السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، برعاية الأستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف المحترم رئيس جامعة تكريت، وبإشراف كل من الأستاذ الدكتور باسم صالح حسين المحترم عميد كلية التربية للبنات، والأستاذ المساعد الدكتور سياف عبد حسين المحترم مدير مركز التعليم المستمر. يقيم مركز التعليم المستمر وبالتعاون مع كلية التربية للبنات دورة تدريبية بعنوان الأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم وتلاوته ليومي الجمعة والسبت عند الساعة 8 مساء. الأساتذة المحاضرون في هذه الدورة الأستاذ المساعد الدكتور نزار علي عبد، والأستاذ المساعد الدكتور خميس ضاري عبد، والأستاذ المساعد الدكتور إبراهيم علي فحل. تفضل دكتور نزار بتناول محاور دورة هذا اليوم. زاد فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد قائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. نرحب بالحضور كل حسب مقامه أجمل ترحيب، حياكم الله وبياكم، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة ارتأينا أن تكون هذه الدورة فيما يخص القرآن الكريم في كل ما أغلب نقول المسائل التي هي تختص بالتلاوة، حاولنا أن نختصرها في هذه المحاور. وطبعا القرآن الكريم مهما تكلمنا عنه ومهما خضنا في لجة بحره لا نستطيع أن نوفي قدر القرآن العظيم، فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا بأن هذا القرآن العظيم يهدي للتي هي أقوم. أيها الإخوة والأخوات، كتاب الله عز وجل مهما تكلمنا عنه فهو كتاب عظيم، فهو كتاب لا يستطيع من أراد أن يغور ويغوص في ذلك الكتاب العظيم ويستخرج منه الدرى، فلا تنتهي ما يريد أن يخرج منه من هذا الكتاب العظيم. أيها الإخوة، يعني حقيقة كتاب الله عز وجل يعني والله هو يعني هداية لمن يتشبث به، لمن يعمل به. كتاب الله عز وجل مطلوب منا نحن كمسلمين عدة أمور تجاه هذا الكتاب العظيم. أول أمر مطلوب منا تجاه كتاب الله عز وجل ما هو؟ هو أقولها على أنه مطلوب منا أول أمر تجاه كتاب الله عز وجل هو أن نتعلم تلاوته. يعني حينما احنا نسمع علوم القرآن، يعني القرآن بعدة علوم، فأول علم يجب أن يتعلم تجاه كتاب الله عز وجل هو علم التجويد وأصول التلاوة. وذلك يعني كيف مثلا للمفسر، كيف للقارئ، كيف للذي يريد أن يستخرج منه مثلا مسائل الحلال والحرام والتشريع وإلى آخره، كيف يستطيع أن يستخرج ما يريده قبل أن يعرف كيف يتلوه وكيف يجوده؟ فحقيقة إذا هذا الكتاب العظيم يحتاج أن نعتني به عناية خاصة، وخاصة تلاوته وإتقان قراءته. فأجد يعني الكثير هو مثلا مهتم بالقرآن الكريم وما فيه من علوم، لكن أول أمر مطلوب تجاه القرآن الكريم تلاوته لا يعرف كيف يتلوه، لا يعرف كيف يقرأه. لهذا يعني العبرة ليست، البعض يعني يقول أنه أنا ختمت المرة القرآن الكريم كذا مرة، وخاصة يعني راح إن شاء الله إحنا مقبلون على شهر رمضان راح نسمع كثير يقول والله أنا ختمت القرآن 5 مرات أو 6 أو 10 إلى آخره، يعني كأنما هو
متفضل وسوى زين وقرأ القرآن عدة ختمات. ليس العبرة بكثرة الختمات مع عدم إتقان التلاوة، العبرة أنه ختمة واحدة وحتى ولو في العمر مرة وكانت منضبطة خير من عدة ختمات من دون يعني إتقان لتلاوة القرآن الكريم. لهذا أيها الإخوة والأخوات، حري بنا نحن كمسلمين، علينا إيش؟ أن نعمل على إتقان تلاوة القرآن الكريم. حتى الله سبحانه وتعالى قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. إذن مطلوب منا إيش؟ أنه نعمل على ضبط القرآن الكريم أثناء قراءته، فهو قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لهذا ولأجل كل هذه الأمور ارتأينا أن تكون الدورة حول هذا الموضوع الذي يخص تجويد القرآن وتلاوته. أنا في النية أنه أقرأ شوية قليلا من القرآن الكريم أنزلناه مبارك، وفي آية أخرى قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني هو مبارك وأنزله في ليلة مباركة. نقرأ إن شاء الله من سورة الإسراء قليلا إن شاء الله للتبرك إن شاء الله واستئناس بكلام الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دكتور نزار، ماكو صوت ست شو ماكو. السلام عليكم دكتور إبراهيم. دكتور يمكن الصوت الانترنت شوية ضعف يا دكتور نزار، هسه إن شاء الله يرجع. الله يحفظ. Thank you.
6000. نعم دكتور. دكتور نزار. ست إلاف. نعم دكتور. تسمعوني 6000؟ أي نعم دكتور، هسه نسمعك دكتور. حاب أعتذر، أعتذر، ما أعرف شنو الخلل، أعتذر. الإنترنت لا دكتور ضعف، ماشي دكتور. نعم، رحنا شوي نقرأ آيات الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. إن شاء الله نبتدئ حول يعني التجويد وما يخص كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، نبتدئ بتعريف التجويد في اللغة والاصطلاح. في اللغة، تعريف التجويد هو مصدر جود يجود، يقال جاد الشيء يجود جودة فهو جيد، وأجاد الرجل وجود، وجاد جودا فهو جواد. يعني أتى في اللغة كلمة التجويد معناها من إجادة الشيء، إجادة الصنعة. وفي الاصطلاح الشرعي طبعا عدة تعريفات، لكن المختار منها هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة وقفا وابتداء من غير تكلف ولا تعسف. فهنا يعني علم التجويد جمع بهذا التعريف، هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. يعني ما قال كل كلمة، إنما كل حرف، لأن كل حرف يعني راح يبين لنا بعد من قال حقه ومستحقه، قال مخرجا وصفة. إذن كل حرف إلى مخرج وإلى إيش؟ صفة، يعني حال خروجه. المخرج يعني من يطلع الحرف، يعني مثلا هناك الحروف الجوفية، الحروف الحلقية، من الشفتان، من الخيشوم، من اللسان، يسموها المخارج الخمسة. فكل يعني حرف إلى مخرج معين. فلهذا يعني لماذا نحن ندرس يعني التجويد؟ لأنه باعتبار يخلينا نصون اللسان عن الخطأ في كتاب الله عز وجل. يعني على سبيل المثال، مثلا قلنا أنه إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا، مثلا الضاد التي هي أخت الصاد تختلف في مخرجها عن الضاد أخت الطاء. فمثلا الضاد أخت الصاد تخرج من طرف اللسان خلف الثنايا العليا، يعني عند اتصال اللثة بالأسنان من الأعلى، فيكون هناك طرف اللسان عند اتصال الأسنان باللثة من الأعلى و خلف الثنايا، ليس في المقدمة، يعني ما نخرج اللسان. عكس الضاد الذي هو أخو الطاء، الذي هو يخرج اللسان بين الثنايا العليا والسفلى. فمثلا من عرفت أن المخرج هكذا يكون، راح ما أخطأ،
لهذا يعني مثلا من واحد يقرأ سورة الفاتحة، احنا خاصة طبعا نقرأ في كل صلاة نقرأ سورة الفاتحة، فلازم ايش؟ لازم احنا نتقن، خاصة مثلا من مر في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، هنا اختصار، فاقول ما اقول المغضوب انما المغضوب ولا الضالين. يعني شوفوا ايها الاخوة، مثلا الضالين هنا باعتبار الضاد ساكنة، فبها امرين، بها مخرج وبها صفة. من اقرأها يعني باختصار لازم ايش اخرجها؟ ايش الانسان يخليه خلف الثنايا العليا، وكذلك هذا بالنسبه للمخرج، وراح لانه ساكن راح تولد لنا صفه ايش؟ صفه الاستطاله. الاستطاله هي صفه خاصه بحرف الضاد اخو الصاد. شنو معنى استطاله؟ يعني هاي الصفه التي هي مختصه بالضاد اخو الصاد، شنو معناها؟ معناها أن الحرف الضار من يخرج يخرج بثقل، فيكون يعني باستطالة يعني طول، يعني طول خروجه، يعني من يخرج بهذا الخروج راح إيش يصير بطول للخروج، يعني طول وقت. خرج وصفة، وبالمناسبة طبعا هي الصفات تكون فقط على السواكن على الحروف الساكنة. نعم، فقال كذلك وقفا وابتداء، يعني لازم إيش أعرف أنه كيف أقف كيف أبتدئ، يعني مو مثلا كيفي، ربما أنا أقف على مكان ليس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا ستي إذا تسمعوني. أي دكتور. نعم دكتور نسمعك تفضل. أعتذر والله ما أعرف يعني الشبكة شنو القصة، ما أعرف، هو لأن هذا الوقت كلها تقوم يعني تكنك على الإنترنت. نعم دكتور الإنترنت يضعف ويرجع. ماشي دكتور. نعم. تفضل. أيها الإخوة، يعني معلومة مهمة بالنسبة لعلم التجويد، أهم ثلاث علوم في علم التجويد هي المخارج والصفات والوقف والابتداء. أعيد على أنه أهم ثلاث علوم في علم التجويد لمن أراد يتعلم التجويد، أنه العلم الأول هو علم المخارج، ثم الصفات، ثم الوقف والابتداء. فلازم إحنا إيش نتعلم مخارج الحروف، يعني من أين يخرج كل حرف. فأنا إذا ما أضبط مخرج الحرف راح إيش راح يتحول مخرجه إلى حرف آخر، يعني إذا ما أخرجه من مكان الصحيح راح يخرج مكان حرف آخر. كذلك بالنسبة للصفات، يعني الصفات شنو؟ يعني صفة الحرف، مثلا هناك عندنا صفات تسمى متضادة وصفات غير متضادة، زين، وعندنا مثلا يعني من الصفات الغير متضادة مثلا القلقلة،
يعني عندنا حروف هي بالأصل هاية نقلقلها، ليش نسوي لها قلقلة؟ في سبيل حتى إيش ما تظهر، وإذا ما سويت لها قلقلة ما راح تظهر. نعم، وبالنسبة للوقف والابتداء، يعني كيف أعرف هنا لازم أقف ومن بين أبتدئ؟ كيف؟ لأن ربما يعني الواحد يقف على مكان هو بسبب أنه قطع نفسه، فلازم شوي مثلا يرجع حتى يتم المعنى. ربما يقف على مكان هو ليس بمحل وقوف، مثلا فويل للمصلين، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثون الله. مثلا هنا يسمعون ميم وقف لازم، يعني لازم أيضا احنا نتعلم علامات الوقوف حتى أعرف كيف أقف كيف أبتدئ. حقيقة هسه هذا مو موضوع يعني التفصيل في هذا الموضوع، لأن احنا ما كان هو من ضمن المحاورة أن المخارج والصفات، لكن احنا جل اهتمامنا في هذه الدورة حتى نبين للسامع أنه كيف مطلوب مننا أن نقرأ كتاب الله عز وجل، ما هو المطلوب مني، كيف أتعلم، يعني شلون أنا أتعلم كلام الله، شلون أقرأه صحيح. نعم، فأيها الإخوة، طبعا عندنا طريقتين لتعلم كتاب الله عز وجل. يعني الآن أنا كمسلم أريد أتعلم كتاب الله، شلون، شو أسوي، ما الذي أفعله؟ هناك أيها الإخوة جانبان، يعني جانبين لتعلم كتاب الله عز وجل، وهو النظري. هاي معروف أن معنى النظري يعني إيش، أتعلم أحكام التجويد، مثلا أتعلم المخارج، أتعلم الصفات، أتعلم أحكام النون الساكنة والتنوين، أتعلم مثلا أحكام الميم الساكنة، أتعلم المدود، هذا شو اسمه المد، هذا شو اسمه المد، هذا المد هل هو واجب، هل هو لازم، هل هو يعني جائز، مو شرط مدة، إلى آخره. فهذا يسموه الجانب النظري. إذا هذا الجانب النظري هل هو واجب أن يتعلمه جميع المسلمين؟ يعني لازم أنه كل فرد من المسلمين علي أنه يتعلم أنه أحكام التجويد بتفصيلاتها النظرية؟ لا، هذا العلماء يقولون تعلمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يعني شنو فرض كفاية؟ يعني بمعنى هو فرض، لكن إيش، نكتفي بالبعض أن يتعلمه. مثل شلون نقول صلاة الجنازة، أنه إذا صلى على هذا الميت هاي الجنازة كم إنسان يكفي باعتبار سقط عن الباقين. لكن بنفس الوقت إذا ترك الناس جميعا هذا الفرض الكفاية فكلهم آثمون. إذن يعني تعلم أحكام التجويد النظرية هو فرض إيش؟ فرض كفاية. زين، ننتقل إلى العملي. إحنا قلنا نظري وعملي تعلم يعني التجويد. العملي هو أن نطبق القواعد التجويدية النظرية الآن، مثلا درست هذا الحرف صفة كذا، درست هذا الحرف مخرجة من هذا المكان، درست أنه مثل هذا الغام بغنة، هذا بغير غنة، درست أنه مثل هذا المد اللازم كلمة لازم كلمة ثقل ومخفف، درست هذا المد المتصل الذي اتصل به الهمزة، هذا المد المنفصل شنو حكمه، وهكذا. فهذا أنا من أجي الآن أريد أقرأ، علي إيش؟ أن أطبق هذه الأحكام التجويدية. حكم هذا الجانب بالنسبة للعملي هو الوجوب العيني على كل قارئ للقرآن الكريم. يا جماعة الخير، أيها الإخوة والأخوات، إحنا خلنا نحكي لكم هيك، يعني مو أنا نلتزم إن شاء الله بال يعني بالفصحى بحيث قد ما يفهم. بالنسبة للعمل، أنت ما مطلوب منك أنه قبل، أنت يعني شو نقول، مو تخصص علوم قرآن، نقول جزء أنت بغير علوم، مشغول بغير علوم، مو شرط ألا تتعلم يعني هذا المد هل قد لازم تمده، هذا مثلا واجب المد لازم تسويه، مثلا هذا الإدغام لازم تتعلم شلون يكون الإدغام. أنت أهم شيء من تجي
ده لأجل أن تقرأ القرآن الكريم، مو شرط عليك أنه أنت تعرف مثلا هذا يسموه إدغام. أنت أهم شيء إيش؟ أهم شيء تدغم. يعني مثلا راح أضرب مثال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قلت فمن يعمل، أنت ما مطلوب منك إلا تعرف هذا يسموه حكم إدغام. أهم شيء أنت إيش؟ أهم شيء تعلمت أنه شلون يعني تدغم. يعني ربما أنت تعرف أنه كيف تدغم لكن ما تعرف هذا يسموه إدغام. ما مشكلة، ما مشكلة أيها الإخوة والأخوات. زين، ليش؟ لأن هذا الأصل، الأصل أنه شغلة العملي يعني أنه تطبيق الأحكام، هي هاي الأصل منذ يعني ما نزل القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام إلى القرن الرابع الهجري. ما كان يقولون هذا مثلا مد كذا، هذا اسم المد كذا، هذا مخرج، هذا حرف مخرجه من هنا، هذا الحرف صفة كذا، هذا يسموه إدغام، هذا يسموه إقلاب. ما كان يعني ما كان تذكر هاي يسموها هيك بهذه المسميات، انما هم يدغمون على السليقه، يقلب على السليقه، يمد على السليقه وهكذا. فاذا يعني انت او هذا اخفاء او هذا اظهار، مو شرط، بس اهم شيء ايش؟ انه تتعلم كيف تقرا كتاب الله تدغم وتخفي من غير ان تفهم. هذا يسموه ادغام او اقلاب او اخفاء او الى اخره من احكام التجويد الخاصه بالقران الكريم. لهذا احنا عفوا 6000 تسمعوني؟ 6000؟ نعم دكتور، رجع الصوت. خوش الحمد لله. نسمع دكتور، نسمع. خوش الحمد لله. إذا احنا يعني من تعلمنا بالنسبة الحمد لله، احنا من تعلمنا ما كان الأستاذ اللي علمنا يقول لنا هذا مثلا إخفاء، هذا إدغام، لا، يقول لنا قل هكذا، فمن يعمل، ما يقول لي هو، ما يقول لي هذا اسمه تجويد. ولا مثلا ولمن خاف مقام ربه جنة، ولمن، ما يقول لي هذا إظهار، مثلا هنا النون مع الخاء، ما يقول لي هذا إظهار، يقول لي بس قول هيك ولمن خاف، يعني قولها أظهرها للنون، لا تسوي مثلا ولمن خاف، يقول لي لا، قول ولمن خاف. فبالأصل أنه تعلم القرآن الكريم هالطريقة هاي، يعني الى القرن الرابع الهجري يلا بدا والعلماء يعني يكتبون في علم التجويد ويأصلون هاي القواعد التجويديه. والا ترى القران الكريم اخذ مشافهه، يعني شلون نقول شيخ عن شيخ عن شيخ الى التابعي الى الصحابي الى النبي عليه الصلاه والسلام الى جبريل عليه السلام الى الذات العليه سبحانه وتعالى. فهذا الطريقة هي الأسلم لتعلم كتاب الله عز وجل. لهذا الحمد لله أنا الآن من أقرأ يعني من أقرأ الطلاب، يعني ما أقولهم أبتدي بهم أقول له هذا هيك حكمة، أقول له قول هكذا، أقول له قول هكذا، ونوبات أقول له هذا من يعني أشوفه صعب علي، أقول له هاي سموها إظهار أو هاي إخفاء أو هذا مد يسموه فلاني فلازم تبده هكذا أقول له. مثلا ولا الضالين، هذا مثلا يعني ما كلمه مثقل، فاقول له هذا لازم يعني لازم تمده. فنوبات يعني اضطرارا حقيقه انا اقول له الحكم، يعني سواء حكم يعني من احكام النون او المد ومقداره، مثلا اقول له لازم تمده 6 حركات. فاذا الطريقه الاسلم والصحيحه
أنه يعني أخذ القرآن مشابهة من شيخ أعلى مني هو مجاز بالقرآن الكريم. لهذا يعني أيها الإخوة، هو الجانب العمل الذي دعنا نتكلم عنه الآن يقسم إلى طريقين، أو نقول طريقتين، طريقة الرواية والدراية. طريقة الرواية هي أن تكون بالتلقين أو بكلا الأمرين، بالعرض والتلقين، عفوا بالعرض والتلقين. شنو معنى العرض؟ العرض هو أن يقرأ الطالب على الشيخ. يعني أنا مثلا عندي طالب يقرأ عندي قرآن، فيعرض، يعني من يقرأ عندي قرآن بمعنى أنه يعرض علي قراءته، فأنا أشوف مثلا قراءته شلونها، إذا كان بها خطأ أصحح له، أقول له ارجع اقرأها هكذا، يعني في حال إذا ما قدر أحاول أخليه يعني يحاول يقرأها، أو أوقف على الخطأ أقول له هنا الخطأ. زين، فعند ذلك أصحح له أنا وهو يأخذ التصحيح من عندي. التلقين عكس العرض. التلقين هو أن يقرأ الشيخ أمام الطالب، يعني أنا أقرأ والطالب شو يسوي؟ يعيد وراي ما قرأته أنا. فهذا هو إيش يسموها طريقة الرواية، التي هي هاي المعتمدة في تعلم كتاب الله عز وجل. أرجع وأقول لماذا طبعا هي طريقة الرواية يعني أسلم وأفضل من إيش، من تعلم الجانب النظري. لماذا؟ سؤال. الجواب أن النظري يعني أنه مجرد أن تتعلم أحكام تجويدية بدون ما تقرأ على شيخ أو يعني هو يقريك، ما راح تعرف تقرأ. مثلا تعرفت إخفاء، زين كيف تخفي؟ ما تعرف. كيف تدغي؟ ما تعرف. كيف تقلب؟ لا تعرف. كيف تمد؟ يعني أكو أمور ما ممكن أنه تتعلم، يعني تعرف تقرأ القرآن الكريم من خلال أنه ما تعلمت هاي الأمور النظرية. لازم ولا بد أن يعني تكون مع الجانب العملي الذي هو إيش، تقرأ أو الشيخ يقرأ وأنت ترد وراء. هذه هي الطريقة الأسلم. فما الفائدة أنه أنا متعلم أحكام تجويدية، مثلا حفظت قضبت كل كتاب التجويد وتعلمت كل ما فيه من أحكام، لكن أنا من أجي أقرأ ما أعرف أطبق. زين، فالعمل إذن هو المعتمد في تعلم كتاب الله عز وجل، لأن هناك حتى يعني أكو كلمات بالقرآن الكريم يصعب قراءتها، ربما يكون الحكم التجويدي داخل الكلمة الواحدة. فإذا لازم إيش، أنه أنا ما أعتمد على نفسي فقط أقرأ القرآن الكريم، إنما مثلا يعني أشوف منو قريب علي، منو يمي شيخ أو يعرف مجاز بالقرآن الكريم. لهذا هي ليش حتى جعلت إجازة؟ ليش؟ بمعنى أنه أصبح الطالب يعني مؤهل إلى أن يقرأ القرآن الكريم ويقرأ غيره. لهذا هي متسلسلة الإجازة، يعني إلى أن تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. زين، فكان القرآن الكريم هكذا أخذ مشافهة، فهذا الأصل أن القرآن الكريم أخذ مشافهة. فما ممكن أنه أنا بمجرد تعلمت أحكام التجويد وراح أستطيع أطبقها، أبدا أبدا ما أستطيع أطبقها إلا إذا قرأت على شيخ أو هو أقرأني القرآن الكريم. نعم، فهذا الذي إحنا ذكرناه بالنسبة لطريقة الرواية. هناك طريقة الدراية، وأن ألم بأحكام التجويد النظرية من حيث الدراسة والمعرفة، ثم أبدأ بتطبيقها على آيات الله عز وجل. فإذا نسيت أنا مثلا ربما حفظت قاعدة، يعني قاعدة تجويدية، فإذا نسيت شيء أرجع إلى القاعدة التجويدية وأصحح إيش قراءتي. نعم، ابن الجزري رحمه الله يقول:
لا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه. يعني مثل ما أن الأمة، جميع الأمة، مطلوب منهم أن يفهمون معاني القرآن الكريم وإقامة حدوده، كذلك هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور، فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي النبطي الفصيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب. أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أعتقد أيها الأخوة والأخوات، هذا الكلام مفهوم لكن وضح أكثر. أن البعض مثلا، يعني خل أقول لكم إياه، ما سائل ولا ناشد، والله أقرأ شؤون ما شان، هذه مطلوب من أقرأ قرآن، هذه صح صحيح وما صح هذه على استطاعتي. لا، هنا إذا هو مثلا بحث ودور وما وجد من يقرئه ذاك الوقت هو معذور. لكن إذا مثلا هو والله أنا كبير وأستحي وشون أقرأ هسه على هذا الشيخ وبان بهذا العمر وش يقولون علي وكذا، هذا أبدا كبارا يقول أنا الشيخ، يعني ربما الشيخ يعني مقصود بالشيخ يعني بالعشيرة أو يصيحوا للشيخ أو حجي، أنا شلون هسه والله قوم أتعلم شي يقولون علي، يستكبر. يعني أنا الشيخ، أنا مالي أنا أتعلم هسه. عفوا ست إلاف تسمعوني؟ ست إلاف؟ نعم دكتور نسمعك. اي خوش الحمد لله. اذا يعني ليس من الصحيح وليس من المعقول ان الانسان عمره الله هذا العمر الطويل ولا ياتي لكي يتعلم كتاب الله عز وجل ويخرج من هذه الدنيا ولم يفقه شيئا من كلام الله ولم يعرف كيف يقرأ كتاب الله عز وجل. يا إخوة الخير، أيها الإخوة، شوفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. شوف الفضل العظيم لصاحب القرآن، أنه يقال له اقرأ وارتقي ورتل. يعني شنو معنى اقرأ وارتقي؟ زين هو كان الله سبحانه وتعالى يقدر أنه قبل أصعد وروح ارتقى بدون ما يقال لك. يقولون شراح الحديث على هذا الحديث، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقرت، أنه فيه تشريف لصاحب القرآن، أنه أمام الناس والملأ يقال له اقرأ القرآن واصعد، يعني حتى إيش يشرف أمام الناس صاحب القرآن. فإذا القرآن الكريم يجب أن يعتنى به حتى إيش الإنسان يحوز فضله في الدنيا وفي الآخرة. ترى فضله في الدنيا أنه ترى مبارك أيها الإخوة والأخوات، والله اللي يقرأ ويعمل به والله يعني كل البركات تنهال عليه من كل مكان، ويكون طرق الخير كلها مفتوحة في وجهه لأنه تمسك بكتاب الله.
والتمسك بكتاب الله. نعيد ونقول أول أمر مطلوب منا تجاه كتاب الله هو إيش؟ أن أعرف كيف أقرأه. لهذا أيها الإخوة راح ننتقل إلى الموضوع الثاني. 6000 الوقت إيش قاعد العفو، والله ما استناش على الوقت لأن ورانا الدكتور خميس هم يتكلم شوية. 6000 نعم دكتور، الوقت إيش قاعد بعد الوقت؟ براحتك دكتور، كل الوقت لحضرتك، براحتك. جزاك الله خير، راح اخذ 10 دقائق ودكتور خميس ان شاء الله عود حتى يصير ساعه ان شاء الله. براحتك دكتور، براحتكم. لان هذا الموضوع مهم حتى نتكلم مباشر هم نكمل ان شاء الله. الموضوع الاخر الذي ننتقل له ايها الاخوه والاخوات موضوع اللحن. شنو موضوع اللحن؟ يعني هاي اللحن يطلق في اللغه على الخطا. الخطا في الاعراب ومخالفه وجه الصواب في النحو. يعني نقول فلان لحن يعني إذا أخطأ، يعني نقول أخ لحن، يعني من يقولون لحن يعني في اللغة العربية، يعني أخطأ في اللغة العربية. مثلا قال زيد قائما، هي المفروض زيد قائم، يعني باعتبار مبتدأ وخبر اثنين مرفوعات، فنقول من قال زيد قائما نقول لحن في اللغة العربية. نعم، فهاي في اللغة العربية. أما في الاصطلاح عند علماء التجويد والخطأ في القراءة والانحراف فيها عن الصواب وهو نوعان، يعني أنه واحد ما يقرأ صحيح القرآن يخطأ به وينحرف عن الصواب. لأجل هذا هو يعني اللحن في كتاب الله عز وجل نوعين، يعني الخطأ في كتاب الله نوعين. جلي، جلي يعني شنو؟ يعني ظاهر واضح. وخفي. خلي أختصر معنى الجلي والخفي. الجلي ما كان بتغيير حركة إعراب أو بناء أو إبدال حرف مكان حرف، مثل ما ذكرنا من بالنسبة للضالين، من واحد ما يعني من يطلع لسانه بين الثنائي العليا والسفلى صار أخو الضاد الذي هو أخو الطاء، عفوا الضاد أخو الطاء، لكن إذا خلي اللسان خلف الثنائي العليا راح يكون مخرجه صحيح، فمثلا راح يتبدل حرف مكان حرف زين. او مثلا غير المعنى، يعني ربما انا اخطيت بحيث تغير المعنى، مثل انعمت بدل انعمت، هي مو مثلا قول صراط الذين انعمت، يعني انت سبحانه وتعالى اهدنا الى صراطك المستقيم الذي انعمت عليهم، لكن اذا قال انعمت يعني تغير المعنى صار انا نستغفر الله زين. فربما بعض حتى احنا اهم شيء اذا خطا بالحركه او الحرف او ربما يخطا بالكلمه او الكلمات فهذا يعتبر يسموه لحن ايش؟ لحن جلي. ايها الاخوه والاخوات، اللحن الجلي شنو حكمه من ناحيه شرعيه؟ يعني هل هو حلال؟ حرام؟ مكروه؟ العلماء شو يقولون؟ متفقين العلماء على أن اللحن الجلي هو حرام وفاعله آثم. حرام وفاعله آثم. يعني مثلا أنا أسمع يقول إياك نعبد، ما يقول نعبو، يعني ما يضم الباء، يقول نعبي نعبد. هذا شو يسموه؟ هذا لحن إيش؟ لحن جلي، فهو حرام وفاعله آثم. البعض يقول زين هو ما تغير المعنى، يعني شنو اللي ضر؟ نقول لا، هذا كلام الله نزل بلغة العرب، اللغة العربية الصحية، لا يصح أن نغير كيف نحرك. هذا كتاب الله، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيله من حكيم حميد. إذا ما نغير لازم إيش؟ حتى إذا ما تغير المعنى ما غير لا حركة ولا حرف. هذا بالنسبة مثلا، يعني هناك أمثلة، مثلا إبدال حرف بحرف، كان أجعل السين صادا، مثل يسطون فأقول إيش؟ يسطون، هي سين فيسطون أبدلها صاد، أو الزاي سينا مثل الرجزة فأقول الرجزة، أجعل المكان الزاي سين، أو مثلا إسكان المتحرك مثل قال سننظر أصدقت، فالبعض يقول سننظر ما يقول سننظر،
أو يا أبت افعل ما تؤمر، يقول افعل ما تؤمر، ما يقول تؤمر، وهي مضمومة مثلا. مثل تحريك الساكن، مثل أنعمت، فأقول أنعمت، والبعض يقول أنا يفتح النون. وكذلك الإشباع حركة بحيث يتولد منها حرف مد مثلا، ثم فيقول ثم. أنا أسمع حقيقة حتى بعض القراء اللي يدودون خاصة، يعني شلون نقول بالمقام العراقي، مثل يقول ثم إن الله، فشي يقول ثو ثو، هاي الثو يعني الضمة صارت واو، هذا معنى إشباع الحركة بحيث يتولد منها حرف مد، فهي ثم ثو هكذا ثو ثم، ما قلت ثو ثو من أجرها صارت واو. كذلك من الأمثلة على اللحن الجلي حذف حرف المد، مثل ربي موسى وهارون، فش يقول ربي موسى موسى وهارون، ما يقول موسى موسى وهارون، يقول ربي موسى وهارون. تخفيف المشدد مثل إياك نعبد، فش يقول إياك نعبد، فلازم ننتبه إلى هاي الملاحظة خاصة باعتبار الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فما أقول إياك نعبد إياك، لا إياك، باعتبار الشدة تأتي يعني تعوض عن حرف آخر وهو الأول ساكن والثاني متحرك، فأقول إياك هكذا وليس إياك. كذلك تشديد المخفف مثل لاغية، فيقول لا لا لاغية، هي لاغية، فيقول لاغية، هي لاغية، يقول لاغية. كذلك يبدأ الحركة بحركة مثل أنعمت، أقول أنعمت أو أنعمت إلى آخره. مثلا الرضاعة يقول الرضاعة وإلى آخره. أيها الإخوة، من الأمثلة حول اللحن الجلي. فإذا هذا ما يختص بإيش؟ بالحركات. اللحن الخفيف هو إذا أن يخطأ القارئ في أحكام التجويد. شو اللحن الجلي بيش؟ بالشغلات العربية. بينما اللحن الخفيف بيش؟ بأحكام التجويد. مثل إيش؟ مثل ترك غنة أو مد أو إدغام نحو ذلك. فالعلماء شو يقولون؟ يقولون إذا تسمعون 6000، 6000 عفوا، تسمعوني؟ نعم نعم دكتور نسمعك. خوش خوش. فاللحن الخفي هو قلنا في أحكام التجويد. العلماء شو يقولون؟ القارئ إذا كان يعني يستطيع أن يأتي بالأحكام فهو مؤاخر، يعني إذا مثلا قرأ بسرعة بدون إيش؟ بدون ما طبق الأحكام، يقولون هو محاسب مؤاخذ لأنه ما طبق الأحكام التجويدية. فإذا هذا اللحن الخفي، لكن يقولون أكو خفي وأكو أخفى منه. شنو أخفى منه؟ كاللحن يعني الأخفى من الخفي، مثل اللحن في بعض دقائق التجويد كإنقاص درجة الغنة. شنو معنى إنقاص درجة الغنة؟ مثلا أيها الإخوة، مثلا الجنة هي النون مشددة في كلمة الجنة، فما أقول الجنة، أقول الجنة، باعتبار إيش؟ النون هي بها غنة، يعني أصل النون هي بها غنة، غنة حركة واحدة. إذا كانت مشددة باعتبار كأنما حرفين، فأقول الجنة. فمن أقول الجنة، هذا أصبح إيش؟ أصبح لحن أخفى من الخفي، فهاي معنى إنقاص درجة الغنة أو التفخيم عن حدها. أيها الإخوة، أكتفي بهذا القدر، بس أذكر آخر شيء، ولو حقيقة الحكم الشرعي بالنسبة للحن الخفي، اللحن الخفي أيها الإخوة هو مكروه، وقيل أنه إيش؟ حرام. يعني بس العلماء هين مختلفين باللحن الخفي،
على قولين، منهم من قال مكروه ومنهم من قال حرام. أكتفي بهذا القدر وأختم كلامي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة الكرام البررة الذي يقرأهم مضبوط، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يعني شلون نقول يجد مشقة أثناء قراءته بس هو يحاول يقرأ صحيح، زين هاي معنى تتعتع فيه، يعني يحاول يقرأ صحيح، يقول فله أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. شوف الفرق، المتقن مع الملائكة الكرام، لكن اللي يقرأ هو هدوبة، يعني حاول يقرأ صحيح، إلى أجرين: أجر قراءته وأجر المشقة التي يلاقيها حال ضبطه، يعني حاول أن يضبط القرآن الكريم. أكتفي بهذا القدر، وحقيقة ربما أطلنا عليكم، لكن والله هاي حاولت أن أستعجل لأستوفي بعض المحاور، إن شاء الله بس نكملها، وأترك المجال لأخي الأستاذ المساعد الدكتور خميس، فلتفضل تفضل مشكورة، وخلت تقدمها 6000. العفو، احنا طولنا عليكم، معذرته. تسلم دكتور، بارك الله فيك، وجزاك الله ألف خير على هذه المعلومات المفيدة، بارك الله فيك دكتور. فيك بارك الله. الأساتذة والحضور الكرام، تفضل الآن الدكتور خميس بتناول محاور دورة هذا اليوم، تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أنا الدكتور خميس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه سيدنا وشفيعنا أبو القاسم محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتقدم بالشكر الجزيل إلى زميلي الشيخ نزار بما أبداه من محاور الدورة، وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على الدورة السادة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المحور اللي راح أتكلم فيه إن شاء الله فضل تلاوة القرآن الكريم والأدلة على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كما جاء وعرف العلماء التلاوة والمعنى، فتلاوة اللفظ جزء من مسمى التلاوة المطلقة، وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع، ويقال اتلو أثر فلان، وتلوت أثره وقفوته وقصصته بمعنى تبعت خلفه. معاني تلاوة القرآن: القراءة بشرط أن يعقل المرء ما يقرأ، وتلاوة القرآن تأتي بمعنى اتباعه. ويراد بترتيل القرآن تلاوته تلاوة تبين حروفها ويتأنى في أدائها ليكون أدنى إلى فهم المعاني، والتلاوة عند القراء قراءة القرآن الكريم. نأتي إلى فضل تلاوة القرآن الكريم، فلقارئ القرآن الكريم أجر عظيم ينتظر صاحبه. جعل الله عز وجل تلاوة القرآن الكريم من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال اللي يقدمها الإنسان في حياته اليومية هي تلاوة القرآن الكريم، حيث إن تلاوة القرآن فيها خير عظيم وفائدة كبيرة، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سورة الإسراء الآية 9. وأما الدليل على فضل تلاوة القرآن الكريم من السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه. وإن القرآن الكريم من أشرف العلوم وأعظم الأعمال، فشرف العلم يتمثل بشرف ما تعلق به، ولا يوجد ما هو أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله عن طريق الوحي الجبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أصدق الكتب وأحسنها نظاما وأفصحها وأبلغها كلاما، لقوله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه
فلا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بتعلم القرآن الكريم وقراءة آياته آناء الليل وأطراف النهار، إذ قال عز وجل في كتاب في القرآن الكريم: ورتل القرآن ترتيلا. ويمكن الوقوف على بعض فضائل القرآن الكريم ونتكلم فيها فيما يأتي. وبتلاوة القرآن الكريم يحقق الله لك أربعة أمور: الذي يتلو القرآن الكريم في كل يوم ويريد أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لأنه فضله كبير وأجره عظيم، ويتحقق هذا في أربعة أمور. الأولى منها خير مما طلعت عليه الشمس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه الإمام مسلم في صحيحه. أيضا نأتي إلى فضل آخر من فضل القرآن الكريم من هذه الأمور: قراءة القرآن والأدلة عليه من القرآن الكريم وصف التالين له بالإيمان. وردت الكثير من الآيات التي تدل على فضل قراءة القرآن الكريم، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقد ورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية بآية خوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل. وورد عن الحسن أنه قال: هم الذين يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. ومن هاتين القولين الذين قاله فيهما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن اليمان والحسن رضي الله عنهما، هنا يأتي لابد لقارئ القرآن يكون له حرز وحماية من الآيات، ومن الآيات التي تدل على فضل قراءة القرآن الكريم أيضا في قوله سبحانه وتعالى، وسنتلوها عليكم إن شاء الله ونبين فضلها لقارئ القرآن. قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقد فسر الإمام القشيري الآية بحفظ الله تعالى لقارئ القرآن، يعني الذي يقرأ القرآن بتمعن وبأحكام وبألفاظ فيكون عند الله سبحانه وتعالى محفوظ، ولقال القرآن في الدنيا والآخرة وتوليه بمنع الأيادي الخاطئة من الوصول إليه، يعني محفوظ بالقرآن الكريم. وهذا الحفظ من الله سبحانه وتعالى لأنه يحمل القرآن الكريم في عقله ويتكلم بلسانه بصورته الحقيقية التي حفظها الله سبحانه وتعالى له. وكذلك الأجر والثواب من فضائل القرآن الكريم: يؤجر الذي يقرأ القرآن الكريم أو يتلو القرآن الكريم بصورة صحيحة ويثاب عليها. وكذلك من فضائل تلاوة القرآن الكريم نيل ما وعد الله تعالى به عباده من الأجر والثواب ونعيم الجنة. يفلح بالجنة من ضبط القرآن الكريم قراءة وتمعن بها، لقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه الآية أيضا نزلت بفضل الذين يحفظون القرآن الكريم ويعملون به، وأيضا حفظوا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وقد فسر الإمام البغوي رحمه الله الآية الكريمة بأن قارئ القرآن الكريم يرجو تجارة لن تفسد، وهي وعد من الله تعالى له بالأجر والثواب. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الزيادة في الفضل تعني سوى الثواب مما لم تر عين ولم تسمع أذن. هذا الفضل والثواب الذي يحصل عليه صاحب القرآن الكريم والذي يتلو القرآن الكريم الذي يحفظ القرآن الكريم ويعلم القرآن الكريم له أجر وثواب عظيم، كما ذكره ابن عباس رضي الله عنه قال: لم تر عين ولم تسمع أذن. وأيضا من فضل قراءة القرآن والأدلة عليه من السنة النبوية وردت الكثير من الأحاديث التي تبين عظم فضل قراءة القرآن الكريم، ويمكن بيان بعضها فيما يأتي. كما قلنا مضاعفة الثواب، فقد ثبت في السنة النبوية أن الله تعالى يضاعف أجر قارئ القرآن الكريم لما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم ألف حرف وميم حرف، يعني معناه كل حرف بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. فالذي يقرأ القرآن كاملا كختمة يكسب في كل حرف أجر عشر حسنات، ويضاعف له ذلك الأجر. أيضا نيل مرتبة السفر الكرام البررة، ينال قارئ القرآن والذي يعمل به بأحكامه وفضله وتلاوته يحصل على مرتبة السفر الكرام البررة. فمن الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على فضل تلاوة القرآن الكريم ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، كما شرحه شيخ نزار جزاه الله خير هذا الحديث. فقد أكرم الله تعالى قارئ القرآن الكريم الحافظ المتقن للأحكام برفع مكانته يوم القيامة، وجعله مع السفرة البررة وهم الرسل، لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله تعالى، والبررة هم المطيعون، إذ إن البر هو الطاعة، ولا يقتصر الفضل للمتقن الماهر بقراءة القرآن الكريم فقط، بل يشمل قارئ القرآن الذي يجد صعوبة أثناء القراءة، فقد أكرمه الله تعالى بأجرين: أجر القراءة وأجر سبب المشقة التي يجدها في التلاوة. كذلك الذي يقرأ القرآن ويعمل به ويعلمه له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الكرم الرباني للقراءة والأجر التعلم والتعليم وأجره كبير عند الله سبحانه وتعالى. فتنزل السكينة في قلب المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتعلمه ويعلمه ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار، تنزل السكينة. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتنزل على قارئ القرآن الكريم ومن حيث لا يشعر، تتنزل على قارئ القرآن الكريم من حيث لا يشعر، تتنزل الملائكة لتنصت وتستمع إلى قراءته. فقد ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رجل يقرأ سورة الكهف
وعنده فرس مربوط بشطنين. وقد ذكر صاحب النهاية في غريب الأثر بشطنين فرس مربوطة بشطنين الشطن الحبل، وقيل والطويل منه، وإنما شده بشطنين لقوته وشدته. فتغشته سحابة، كان يقرأ القرآن بسكينة، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. وقد فسر أهل العلم السكينة بأنها سحابة من السماء فيها ملائكة الرحمن. لو أن أسيد بن خضير رضي الله عنه الذي ضرب أروع الأمثلة في إخلاص العبادة وحب الله سبحانه وتعالى ورسوله استمر بالقراءة لنزلت الملائكة تسلم عليه ولا سلم على الناس، مما يدل على نزول الملائكة للاستماع إلى قارئ القرآن المخلص في قراءته. ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيوت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني حلقات العلم التي تعقد: قراءة القرآن، تلاوة القرآن، تعلم القرآن الكريم، دراسة الحديث النبوي الشريف، دراسة العلوم الشرعية الأخرى. فتكون هذه الحلقة محتفة بها الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. أيضا نأتي إلى الفقرة الأخرى وهي نيل الشفاعة. الذي يقرأ القرآن ويعلم القرآن ويدرس حلقات العلم من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والعلوم الشرعية الأخرى فينال الشفاعة يوم القيامة. فقد ثبت في الحديث الصحيح إن قراءة القرآن الكريم سبب لنيل الشفاعة يوم القيامة، لما ورد عن أبي إمامة رضي الله عنه الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. عظم هذا القدر. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن لقارئ القرآن الكريم المخلص بقراءته لله تعالى قدرا عظيما في الدنيا والآخرة. وكذلك ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. أيضا تأتي من خلال هذه ما ثبت من سنة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا لقارئ القرآن رفع المكان في الدنيا، إذ إن قراءة القرآن الكريم سبب لنيل المكان الرفيعة في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة، لما ورد عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أيضا نيل الدرجة أعلى الدرجات في الجنة الذي اتبع هذه الطريقة وهذه الصفات وهذه الأحوال، فإنه تكون له درجة رفيعة في الجنة، نيل أعلى الدرجات في الجنة، حيث أن درجة قارئ القرآن الكريم في الجنة تكون عند آخر آية يقرأها، لما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا
فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أيضا ينال درجة أخرى من الأجر العظيم. قارئ القرآن الكريم والذي يتلو القرآن الكريم والذي يعلم القرآن الكريم والذي يتعلم القرآن الكريم وتكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى فيضاعف له الأجر وينال الأجر العظيم والحسنات المضاعفة. فقد ثبت في الحديث الصحيح مما يدل على عظم أجر قارئ القرآن العظيم الكريم ووفرة حسناته لما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفلا يقدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. هذا أجر الذي يذهب إلى المسجد ويريد أن يتعلم القرآن الكريم، وهذا الأجر له عند الله سبحانه وتعالى. أيضا تجنب الغفلة، يرشدنا الله سبحانه وتعالى وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أن نتجنب الغفلة عن ذكر الله، عن ذكر الله تعالى. فقد ورد ما يدل على أن قراءة القرآن الكريم تذكر العبد بالله، بالله تعالى، وتجنبه الغفلة، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. أيضا يستحق قارئ القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، يقول استحقاق الغبطة، وقد عرفت الغبطة بأنها تمني مثل ما عند الآخر من النعمة من غير حسد أو تمني لزوالها عنه. وثبت في الحديث الصحيح أن قارئ القرآن الكريم يستحق أن يغبطه العباد، لما ورد عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فقارئ القرآن الحافظ لآياته والملتزم بما جاء فيه يستحق الاقتداء به نيل مكانة خاصة عند الله تعالى. فقد ورد في السنة ما يدل على عظم مكانة أهل القرآن الكريم عند الله تعالى، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. وأيضا يكون للمسلم مع الله سبحانه وتعالى عهد مع القرآن الكريم ينبغي أن يكون فيقترف من فيض هداه يوميا، فهو الطاقة المتجددة والعطاء والخير الذي لا ينضب. وتلاوة القرآن الكريم من حسن بر المسلم بكتاب الله، بر المسلم بكتاب ربه، وتجديد عهده معه بشكل يومي، فلا يكون له هاجرا ولا لأحكامه معطلا، كما أن انتظام المسلم بتلاوة القرآن الكريم بشكل يومي يترتب عليه آثار عظيمة النفع على المسلم. أيضا من فضل قراءة القرآن الكريم يوميا، لاحظ من خلال القراءة سوف يكون للإنسان في حياته اليومية أشياء كثيرة ينتفع بها من قراءة القرآن الكريم، وتتبين له في من خلال هذه الصفات. أول شيء صفاء الذهن، قارئ القرآن يكون صافي الذهن، حيث يسترسل المسلم بشكل يومي مع القرآن الكريم فيتتبع آياته وأحكامه وعظمة الله في خلقه. كذلك ينتفع منها قوة الذاكرة، فخير ما تنتظم به ذاكرة المسلم هو آيات القرآن الكريم تأملا وحفظا وتدبرا. كذلك طمأنينة القلب، حيث يعيش من يحافظ على تلاوة القرآن الكريم وحفظ آياته بطمأنينة عجيبة،
يقوى من خلالها على مواجهة الصعاب التي تواجهه. فقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سورة الرعد الآية 28. كذلك من خلال تلاوة القرآن الكريم قوة في اللغة، فالذي يعيش مع آيات القرآن وما فيها من بلاغة محكمة وبيان عذب ولغة قوية، وتقوى بذلك لغته وتثرى مفرداته، ولا سيما متى عاش مع القرآن متدبرا لمعانيه. أيضا انتظام علاقات قارئ القرآن الاجتماعية مع الناس من حوله، حيث ينعكس نور القرآن على سلوكه قولا وعملا، فيحبب الناس به ويشجعهم على بناء علاقات تواصلية معه، فيألف بهم ويألفون به. التخلص من الأمراض المزمنة، حيث ثبت علميا أن المحافظة على تلاوة القرآن الكريم والاستماع لآياته يقوي المناعة لدى الإنسان، بما يمكنه من مواجهة الكثير من الأمراض المزمنة ومن أهمها الزهايمر. أيضا نيل رضا الله وتوفيقه لما في شؤون الدنيا يجده بركة في الرزق ونجاة من المكروه. الفوز بالجنة يوم القيامة، حيث يأتي القرآن الكريم يوم القيامة يحاج عن صاحبه الذي كان يقرأه شفيعا له. حيث تقرأ القرآن، إن الذي يقرأ القرآن ويتمعن بآياته ويعرف أحكامه وقراءته يعطي بركات وأشياء كثيرة لقارئ القرآن في بصره وسمعه ولسانه. ومنها حيث تقرأ القرآن فإنك تعطي عينيك ثواب النظر، لقارئ القرآن يعطى له ثواب النظر في قراءة القرآن والنظر إلى حروفه وكلماته، فهذه أيضا مهمة كبيرة يعني يستلمها الإنسان المسلم بنظره، من يستمد الإنسان المسلم بنظره من القرآن الكريم. أيضا وأذنيك ثواب السمع بقراءة القرآن والاستماع إليه، فتؤجر بثواب السمع. ولسانك ثواب النطق، وقلبك ثواب الإيمان، وعقلك ثواب التدبر. فأمنوا بتلاوة القرآن. اللهم يا رب العالمين، اللهم اجعل لنا القرآن، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ومنار دروبنا وجلاء همومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الرحمة الكبيرة التي رحمنا الله سبحانه وتعالى بها، وهي القرآن الكريم، نتمعن به ونقرأه ونتلوه. وأكتفي بهذا القدر، بهذا المحور الذي تكلمت فيه إليكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين الرحمة بالقرآن، وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى. وأيضا أقول لكم اللهم اجعل، اللهم ارحمنا به ويكون شفيعا لنا يوم القيامة لما قرأنا به وتمعنا به. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد الصادق الوعد الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله شيخ، وجزاكم الله خير، بارك الله بكم ويحفظكم رب إن شاء الله. بارك الله بك دكتور، بحضرتك وبدكتور نزار على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. الله يسلمكم ويحفظكم رب إن شاء الله من كل مكروه. إلى غدا إن شاء الله السبت الثامن نكمل بقية المحاور دكتور رايم علي فحم. إن شاء الله دكتور، بس نشوف الأساتذة والحضور الكرام إذا أحد عنده سؤال أو استفسار. نعم. الله يكرمك. والله إحنا نسمع من الحضور الكرام أنه
يسألون وإن شاء الله حسب المقدرة والسعة نجاوبهم على أسئلتهم. ما تقصرون دكتور. الله يحفظك. نعم الأساتذة حتى إذا أي شخص يرغب بأن نفتح له المايك أو سؤال صوتي إحنا حاضرين، بس يكتب لنا إحنا نفتح له المايك. حاضرين دكتور. سؤال إن شاء الله دكتور والأساتذة والحضور الكرام، إن شاء الله موعدنا غدا وفي نفس الموعد مع تكملة لمحاور دورة هذا اليوم. إن شاء الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. حاضرين إن شاء الله بخدمة القرآن وخدمة أهل القرآن. بارك الله فيكم دكتور، ما تقصرون. شكرا جزيلا للحضور الكرام. حياكم الله.